والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا سحر ناجي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري رقم 109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك، وذلك في دولة الكويت الشقيقة. صرح الملا بأن المؤتمر يمثل أهمية كبرى في تفعيل أوجه التعاون بين الدول العربية في مجالات البترول والغاز، وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، إضافة لمناقشة تقرير حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي 12 المزمع عقده في قطر خلال الربع الأخير من عام 2023. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وسط تداولات مرتفعة، وارتفع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ب 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 944.8 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 14587 نقطة وأغلق عند 14723 نقطة مرتفعا بنسبة 93%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2745 نقطة وأغلق عند مستوى 2751 نقطة مرتفعا بنسبة 24%. أما مؤشر إي جي إكس 100 ففتح عند 4023 نقطة وأغلق عند 4041 نقطة مرتفعا بنسبة 45%. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بلاده تأمل في أن تظل العوامل الاقتصادية المحرك الوحيد لأسعار النفط، وأكد الوزير حرص بغداد على تجنب أزمة في أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى الاهتمام بتزويد الأسواق العالمية بالإمدادات الكافية من النفط. أضاف وزير النفط العراقي أن الركود العالمي لن يكون له أثر كبير خاصة على الأسعار. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض قبل قرارات أسعار الفائدة المتوقع أن يصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية، في حين زادت أسعار النفط الضعيفة من المخاوف، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1% مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل في العام الماضي. كما هبط سهم عملاق النفط أرامكو السعودية ب 1.9%. في دبي خسر المؤشر الرئيسي 2%، كما شهدت أبو ظبي تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 9%، وانخفض المؤشر الرئيسي في قطر ب 7%. في البحرين كان الانخفاض هو سيد الموقف للمؤشر الرئيسي ب 1%. أما في الكويت فنزل المؤشر الرئيسي هو الآخر ب 7%. في المقابل زاد المؤشر الرئيسي في عمان 1.4%. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدين الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع يوسف وسحر. شكرا لك مصطفى.